دق علاوي عايف دكتور بغداد موسى بن جعفر وظل تركض ورا الكشافي. السلام عليكم علاوي، شلونك؟ وعليكم السلام حبيبي حسن. علاوي على وش هاي الحسرات؟ والله يا اخوي حسن محتصر من اشوف الجهال يرف قلبي، صار لي 3 سنوات محروم من الاطفال، ما خليه الدكتور ما رحت له. السلام عليكم دكتور، طينا هذا العلاج. السلام حبيبي. حبيبي هذا العلاج سعره 200. جيب لنا اياه. تمام. شاف حبيبي. يا دكتور اللي اروح له يعطيني كومة علاجات. ما خليت كشاف ما رحت له. تحكي صدق علاوي، عايف دكتور بغداد موسى بن جعفر وظل تقلب ورا الكشافي. قوم شو وياي، قوم قوم قوم. صدق والله حسن يعالجني ببلاش دكتور. هذا الغريب منين يا موسى بن جعفر؟ اهل راسي